نفس الشيء إذا اخترنا خيار زائد عشان نضيف عنصر جديد راح تفتح لنا نفس الخيارات اللي هي فيديو صورة نص. فإذا حاب تضيف صورة نفس الشيء تضغط على خيار صورة وراح يدخلنا على الاستديو وتختار الصورة اللي حاب نضيفها. راح تختار صورة مباشرة راح تفتح لنا الصورة على المشروع مثل ما نشوف الصورة عندنا مدتها ثانية أو ثانيتين. فشلون راح نعدلها ونخليها 5 ثواني أو 10 ثواني؟ بإذن الله راح نتعلم هالأشياء بعدين. خلونا نشوف خيارات أكثر. نفس الشيء راح نضغط على علامة الزائد ونختار خيارات أكثر. راح تفتح لنا خيارات اللي هي أشكال الدوائر أو أشكال الهندسية، يعني نقدر نضيف خيارات أكثر على المقطع الفيديو مثل ما تشوفون. عندي هالخيارات اللي هي موجودة تحت، لو ضغطنا على مربع وطولنا راح تفتح لنا خيارات أكثر. نفس الشيء إذا ضغطنا على علامة الدائرة وطولنا راح تفتح لنا خيارات أكثر. طبعا أي خيار إذا ضغطنا عليه وطولنا راح يفتح لنا خيارات أكثر. والخيار المربع الأخضر اللي تحت اللي هو لون الشيء اللي راح تضيفه، نفس الشيء لو ضغطنا عليه راح نقدر نختار لون الشكل اللي حاب نضيفه. مثلا حاب نضيف مربع راح نضغط على علامة المربع في أي مكان على الشاشة مثلا يمين أو يسار راح نضيف معنا مربع. وعندنا علامة السهم اللي تحت اللي هي هذه، مثلا ما عجبك الشكل تقدر تمسح 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 لين تفضي الشاشة من اللي سويته. طبعا ما راح أشرح جميع الخيارات، المفروض أنكم كل واحد يختار الشكل اللي يبيه وراح يطلع على الشكل على النموذج. الحين راح نشرح بعد ما نضيف الفيديو شلون راح نعدل عليه، شلون نرفع الصوت ونزيد السرعة. مثل ما قلنا من قبل إذا بنضيف عنصر جديد راح نضغط على علامة الزائد، راح تظهر عندي عدة خيارات وراح نختار مقطع فيديو. راح نختار مقطع فيديو من الاستديو على سبيل المثال هذا المقطع. مثل ما تشوفون ظهر عندي مقطع الفيديو في البرنامج. خلونا نضيف نص وبنفس الوقت نضيف صورة. مثلا نضغط علامة الزائد نختار صورة، نختار أي صورة من الاستديو راح تظهر عندنا. خلونا نضيف نص عليها. مثل ما تشوفون النص صار فوق الصورة، ما عندنا مشكلة، بس على سبيل المثال نكتب أي شيء مثلا خالد. راح نضغط على كلمة تم الموجودة بالزاوية، راح تطلع عندي خيارات تحت الشاشة اللي هي هذه. الخيارات وايد، هي نفس الخيارات اللي راح تطلع بتعديل النص أو تعديل الصورة أو تعديل الفيديو. ولو اختفت عندي الخيارات هذه شلون راح نطلعها مرة ثانية؟ ماكو مشكلة إذا اختفت عندك الخيارات، مثلا تضغط على الفيديو مرتين أو النص مرتين راح تظهر عندك الخيارات مرة ثانية. خلونا نشرح بعض الصور الموجودة أسفل الشاشة. الزر الأول إذا اللي هو زر التكرار، لو ضغطنا عليه راح يكرر لنا نفس المقطع الفيديو مرة ثانية بنفس تأثيراته وتعديلاته اللي هو هذا. لو ضغطنا عليه كذا مرة راح يكرر لنا الفيديو كذا مرة، تراجع تراجع. أما الزر الثاني اللي هو زر المقص، لو ضغطنا عليه راح يقطع لنا المقطع إلى أجزاء، راح نشوف الفيلم نقص على جزئين. مثلا هني ضغط عليه مرتين راح يقص لك الفيديو مرتين، راح تشوف هني مسافة فاضية. تقدر في المسافة هذه تضيف فيديو أو صورة أو تنقل النص تعدل عليه، يعني اللي ورا تخليه قدام أو اللي قدام تخليه ورا عن طريق المقص.
وبعد ما يقطع وحبيت انك تعدل مرة ثانية، تقدر تضغط على زر السهم هذا اللي يسوي لك تراجع تراجع، يرد لك الفيديو مثل ما كان من قبل. والخيار الثالث اللي هو الشكل الزبالة عزكم الله، لو ضغطنا عليه مرتين او مرة راح يحذف لنا المقطع خير شر. نلاحظ ان الفيديو انحذف، ومثل ما قلت لكم اذا تحب تردونه مرة ثانية تضغطون على علامة السهم هذا ويرجع لكم الفيديو مثل ما كان. والاشكال الثانية الموجودة عندنا شكل السماعة طول وتقصر على مستوى الصوت، عندنا الشمس هي شفافية تزيد وتنقص من الضوء، وعندنا سرعة الفيديو تبي سريع تبي يكون بطيء بس راح يفرق معك بالصوت، عندنا الشكل هذا اللي هو قص الفيديو قص على الحجم اللي تبيه. خلونا نرجع نفس ما كان، المربعات هذه على سبيل المثال حجم الحد واختيار اللون، تبي إطار ما تبي تختار اللون اللي هو يعجبك. خيارات وضع حد الزوايا، تبي مربع مستطيل دائري. الخيار الثاني هو الأسهم هذا يمين ويسار، تعكس لك الشاشة تبي مقلوب تبي على اليمين تبي على اليسار. الأسهم اليمين واليسار هذا اللي هو تبي الفيديو على اليمين وتبي على اليسار. الأسهم فوق وتحت تبي مقلوب تبي مستوي بشكل طبيعي. العين هذه شنو هي؟ العين هي تحفظ لك الفيديو تكبتشر لك الشاشة وتنزل بالاستديو. واخر زر اللي هو الدائرة هذا يقول لك يعيد لك الوضع الافتراضي، يعني ترد الفيديو نفس ما كان من الصفر بدون تعديلات. وبكذي اكون خلصت شرح البرنامج من الصفر الى النهاية، ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. وبالنهاية برنامج سهل وبسيط، اللي حاب يصمم فيديوهات يحاب يركب صور على فيديو حاب يركب موسيقى على الفيديو، برنامج كيوت كات، برنامج حلو وسهل للمبتدئين والمتطورين. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.